آخر مرة سمعت واحد يقول إن في قبيلتهم رجل بطيء، البارحة أنا سمعت اللطيفة النكتة هذه، بطيء وثقيل ما يحضر العزيمة إلا متأخر، وإذا قاموا مثل مشوار بيروحون زواج أخرهم، وإذا راحوا مثلا في عزاء أخرهم. فيقول واحد منهم: والله إنه ما يأخرنا يوم القيامة إلا أنت عن دخول الجنة، لأن القبيلة بيروحون كلهم يظنون بيدخل الجنة كلهم، هو بيأخرهم حتى يوم القيامة. استغفر الله وتوب إليه. هذا هو من الإثم الذي لا يجوز أن يطلق.